للمزيد ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي محسن حسني. أستاذ محسن، بعد التحية، بداية، رغم المحاولات المتعددة لا تزال الإضرابات تضرب لندن، كيف ترى آفاق الحل؟ نعم، اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين الكرام. طبعا الاضرابات مستمره منذ منتصف العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار المعيشه، خاصه بعد موجه الغلاء التي ضربت يعني اسعار السلع الاستهلاكيه وايضا السلع اسعار يعني الوقود، ما ادى الى يعني ارتفاع اسعار تكلفه المعيشه بشكل عام. بين حين وآخر نجد إضرابات جديدة، إضرابات للمعلمين، إضرابات للأطباء، إضرابات لعمال السكك الحديدية. مؤخرا أعلن عمال السكك الحديدية وسائقو القطارات عن إضراب جديد سيبدأ غدا ويستمر على مدار يومين، اعتراضا على رفض الحكومة التفاوض معهم بشكل يليق أو بشكل يتناسب مع ارتفاع الحادث في أسعار السلع والخدمات. غالبا في كل الاضرابات السابقه كانت الحكومه تتفاوض مع الفئات العماليه التي تنفذ الاضراب وتعرض الحكومه عروضا معينه، ولكن هذه العروض غالبا لا تتوافق، باستثناءات بسيطه جدا حدثت فيها توافق، ولكن غالبا هذه العروض لم تتوافق مع مطالب الفئات العماليه الذين يصرون على يعني زياده في نسبه الاجور تتماشى مع الزياده الحادثه في السلع والخدمات، وما ترفضه الحكومة نظرا ل يعني ارتفاع هذه المطالب التي يطالب بها المحتجون. طب هل يعني في المجمل المشهد، هل ستستجيب الحكومة؟ من المستبعد أن تظل أو تدور ربما عجلة الإضرابات هذه في دائرة مفرغة؟ هناك محاولات حكومية للاستجابة لهذه الإضرابات ونجحت بالفعل مع مثلا المدرسين في اسكتلندا ومع الأطباء في ويلز، يعني في قطاعات معينة من المملكة المتحدة نجحت المفاوضات بين الحكومة وبين الفئات العمالية، ولكن على قطاع أكبر وعلى شرائح أكبر لم تنجح هذه المفاوضات بسبب كما ذكرنا يعني أن هناك مطالب عالية أو سقف مرتفع لهؤلاء المحتجون وهذا السقف لا يتناسب مع الحكومة التي تعرض عروضا أقل من ذلك، ولكن يعني في المحصلة ترفض الفئات العمالية الاستجابة للتفاوض مع الحكومة أو لهذه العروض الحكومية وتصر على مواصلة الإضرابات والاحتجاجات كنوع من الضغط على الحكومة. طب يعني أخيرا أستاذ محسن، إلى أي مدى تمثل هذه الإضرابات ضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك؟ طبعا هذا يمثل ضغط داخلي كبير يضاف إلى ضغوط خارجية أكبر متمثلة في الدعم البريطاني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا والمستمرة منذ أكثر من عام، وهناك يعني ضغوط أخرى عديدة تواجهها الحكومة البريطانية. هناك مشروعات يعني مهددة بالتوقف، مشروعات تنموية ومجتمعية مهددة بالتوقف، وهناك يعني أشياء أخرى يعني عديدة تحاول الحكومة موازنة هذه الأمور معا بحيث يعني تستمر عجلة الإنتاج وتستمر يعني محاور التنمية التي أعلنت عنها، ولكن في خضم كل هذا يعني المضربون يصرون على مطالبهم ويواصلون الإضرابات بين حين وآخر. لا أحد يعرف إذا كانت هذه الإضرابات ستنتهي أم ستستمر. طيب، أيضا لربما العام المقبل. طب أستاذ محسن، يعني نتحدث عن الأدوات بأيدي الحكومة البريطانية، البعض يتحدث عن استعادتها السيطرة على بعض خدمات السكك الحديدية. نعم، عفوا، يعني نتحدث عن الأدوات التي تتعامل بها الحكومة البريطانية مع عملية الإضرابات هذه. هناك أنباء عن استعادة الحكومة السيطرة على بعض خدمات السكك الحديدية وبالتالي التعامل مع إضراب عمال السكك الحديدية. نعم، يعني الحكومة تحاول بين حين وآخر أن تضع حلولا بديلة حتى لا تتوقف عجلة الحياة وحتى لا تأثر القطاع العريض من الشعب
بهذه الخدمات العامة. على سبيل المثال حين يضرب الأطباء عن العمل تستدعي الحكومة الأطباء الكبار المحالين للمعاش وتطلب منهم العمل بشكل مؤقت لحين انتهاء هذه الاحتجاجات، وبنفس الطريقة تتعامل الحكومة مع باقي الإضرابات. ومن نواحي أيضا مالية ونقدية تسعى الحكومة بين وقت وآخر لرفع سعر الفائدة في بنك انجلترا الذي هو يمثل البنك المركزي في البلاد، من أجل يعني إحداث نوع من التوازن في الأسعار ويعني السيطرة على التضخم الجامح الذي هو أحد أهم أسباب هذه الإضرابات. ولكن رغم كل هذه الأدوات التي تستخدمها الحكومة إلا أن يعني الإضرابات بين حين وآخر تعلن فئة عمالية جديدة، سواء هي عمال شركة الحديد أو الأطباء أو المعلمين، يعلنون عن إضرابا جديدا كنوع من الضغط على الحكومة ويطالبون بالاستجابة لمطالبهم برفع أجورهم، حتى يعني رفع أجورهم بشكل يتماشى مع الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والخدمات. أشكرك جزيل الشكر من لندن، كنت معنا الكاتب الصحفي محسن حسني.